منا، بما ان احنا بنتكلم عن مارسيل كولر ووجهة نظره، مارسيل كولر من اكتر المدربين اللي شفنا ان هو بيعتمد على الصغيرين وبيعمل روتيشن، بيقعد ناس وبيلعب ناس في اماكن مش في اماكنها، ده يقف جناح دلوقتي وده يعمل كذا وكذا. بتشوفي ده ازاي؟ وهل ده هيفيد ولا هيضر؟ وفي الوقت اللي احنا فيه ده، هل احنا عايزين ال11 هم ال11؟ يعني بتشوفي ده ازاي؟ بصي، هي بيبقى ليها ايجابيات وبيبقى ليها سلبيات. كولر اصلا بقاله قد ايه مع النادي الاهلي؟ هو من سبتمبر 2022، اعتقد فحوالي 3 شهور. 3 شهور. هو لسه مش متعرف على اللعيبه، حتى احنا دايما بنشوفه واقف على الخط ورقه وقلم وبيكتب، بيدون ملاحظات او بيكتب اسماء. هو لسه مش متعرف على الامكانيات حتى بتاعت اللعيبه اللي معاه. فكره الروتيشن او فكره التدوير طبعا مطلوبه، خصوصا ان انا هشارك في اكتر من بطوله، عندي دوري، عندي كاس، عندي كاس عالم انديه، وعندي دوري ابطال افريقيا.